أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الوالد، ظهر بعض الإعلاميين في هذه الفترة يسلكون مسلك تشكيك الناس في أصول المسلمين كصحيح البخاري وغيرها، فما هو موقف المسلم تجاه ذلك؟ هذا كما ذكرنا أن لنا أعداء حاقدين يريدون تغيير هذا الدين وإزالة هذه النعمة التي نعيشها، يجب علينا الحذر منهم، وخصوصا في وسائل الإعلام التي تطورت الآن. وسائل الإعلام إذا لم ترشد وإذا لم تراقب فإنها تبث الشرور بين الناس، قنوات يبث فيها الشر ويبث فيها أسباب الهلاك، إذا لم نحذر منها ونحذر منها كيف ندخل هذه القنوات إلى بيوتنا وبين أولادنا وبين نسائنا؟ لماذا لا نطهر بيوتنا منها؟ وإلا فإن العاقبة وخيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن أنتم بين أعداء حاقدين، فعليكم بالحذر والتحذير وأخذ الحيطة وتطهير البيوت والأسواق ومجامع الناس من هذه الوسائل الفاسدة المفسدة. نعم.